كتاب جمع الجوامع نناد السفرثيد الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف تكتب تجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمة السلام عليكم ورحمة الله. وقيل المجلس رقم 57 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة. أسجن بذو الكتاب الأخير يعني لو شابيتر انغير اللي هو الكتاب السابع والسبعة تحت عنوان في الاجتهاد. وقيل العنوان الكتاب الأخير في هذا الكتاب الكبير اللي هو جمع الجوامع ذوي السبعة. يناد المصنف الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى لتحقيق ظن بحكم. أصنح كان ستويل يوث يوث الاجتهاد كي يسادس جنبوال اسمس الجهد نغ الجهد بالفتحة نغ الجهد بالضمة. استقفالي ثاسين الفلاني يجهد أخيف كربي الجهد تزمورث صحة تزمورث ثازمرث تزمورث الجهد. كلمة الجهد ثلا كلمة الجهد الحقيقة مشافينت ذا شو ذي اللغة العربية الجهد تنصرف إلى المشقة الجهد ذو الطاقة لينيرجي يسعى ثازمرف يسعى الجهد يزمر ذي رفذ المشقة يزمر أذي رفذ أين الزاين خطر يسعى الجهد إما إلا أري سعى الجهد أري الزمير أذي رفذ أين الزاين وين يسعى الجهد يزمر ذي اللي ستياميطاج هون نسعى الجهد وري الزميرة أذية لي ستياميطاج صافي الجهد الجهد وكذا كذا الأصل اللغوي للاجتهاد ذا شو المعنى الاجتهاد في الاصطلاح ذي الاصطلاح خطر سمحتي ثقي سميس المرفق ثقي مدخل مضاكا لقد مرفق تبغى تسكض في الثقي ثقي ذا المعنى ذا شو الدنيا تورا إلا مقارن حقوق الارتفاق أشو أنت حقوق الارتفاق ذين تحويجين مدن أتكين في اللاس نغثني عيون ذي الشغال نسن أديني ضا حواجغ أفريف أفريف ارتفاق حموليش أفريف ذم كثل الحوض أنسى تعديغ أديني ضا حواجغ أدسعديغ أمان كيف أدسعديغ تريسيتي أدسعديغ الغاز أدسعديغ في قذيقياك اسمي سنت حقوق الارتفاق أنسي دي فغو الارتفاق أجي سيتاجي أدي فغسي اللغة الأصل اللغوي بعد ذي روح ذي الاصطلاح المعنى الاصطلاحي يكثي مسلك الحنت ثورة غدي ساك تعريف لا ديفينيسيون تعريف الاجتهاد إناد استفراغ الفقيه يرد ولا الفقيه
أنو إذا الفقيه معناه المجتهد، وين يصوضن درجة المجتهد المطلق، خطر الاجتهاد أنواع إلى الدرجة عليهم المجتهد المطلق، دواس مجتهد المذهب، دواس مجتهد الفتوى. تدوض سيدي دوغري سمحتي أتفضي ون إذا ما ديخ متريسيتي لا لومب تخصي كذا سي بلاسي سينلوغيست متريسيتي إكسبير سبيسياليست، وإذا تفضي إذا ما ديخ متريسيتي وخام أبارتمون دايا دي وش في الخيول سياقي لبليس نموا يسن شوية، ويليز ما يخدم تريسيتين الباطيمة سيسير وقي أعلى، ويليز ما يخدم جامع الجزائر الجامع الجزائر مقر مليح، ويليز ما يخدم لي مكة المسجد الحرام إيه بقولي كان سيني وتتساوي ضري ونسن تلم بولتا كيخدم لالومبيك زمال سيخدم ما كيخدم تريسيتي كتير وياك سيدي دوغري درجة ديم كل شيء أين نسن ذي الدوني ثنا يأكل سبيسياليتي الدوني ثي إلا ذي الشغلاجي ولا ذا ذي الإج أي غرني غاون شحال فردان علم الأصول في الدواء ما نغرى وين غرني علم الأصول مسفان ذي سفاسيلما يا أخي ناون موري غرارة في مسلاكي ذي النعثاف وكذا أذي غر لا يغك ديوي الحكم كانك سورتو ما يوعش ويا اليوتيوب خمسة ستة دقائق يغالي السن الفقه السن الشريعة السن خطر ذي قولي سارة عساسا التريسيتي دي لا ميدسين دي لا جيولوجي دي لا ارشيتكتور جيني سيفيل ماشي لامبورت نتساقوا ذاك ديجا لي ميدسان تساقوا أدي سيولا كيني كيني بولن كي سبيسياليست إما يساد ميدسين انترن أكيني أكذاوي غني كيخمى لوبيراسيون ذي المحال ديجا ذي لي سبيسياليست تنتنادي ليكسبيريونس نغالا طبيب بولن شحال سار ليكسبيريونس أديني سار 20 سنة أنرتاح إوا إذا ديني كيني سبيسياليست سار 10 أيام دوبل فيزا جديد يتعلم الحلاقة في الراس اليتامى كان اللي يتعلم الحلاقة في راس اليتيم أو وجي المسكين أو إذ كان وخلاص هذا مالوريزمون للأسف أن ذي الشريعة كل شيء يسهل أدي ينطق وأدي يفثو أدي قنا النس وأدي الدينيميس أرسي تسالس ولذي وان أتصنطق لك إني شرع الرب يعني إنك أقلغ ذيس هذا هو ربي الحوال هذا شو دين الاجتهادين إنك استفراغ الفقيه الوسعة هذه استخدمك تزمرثيس الجهديس أي غير لتحصيل ظن بحكم كلام دقيق لتحصيل ظن ودين لتحصيل قطع لأن الاجتهاد في القطعيات غير مقبول يجي واحد أنا يقول لك أنا أجتهد قراءة الفاتحة في صلاة واجبة ناس وراك تجتهد فرات النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب راك رايح نفي نادي لقد غرس الفاتحة خلاص تجتهد في هذه هذه ضحقة اجتهد هذه الشريعة الزكاة واجب يا ولدي يا ربي ندب أي واضحة الندوات الزكاة نفس الشيء هذه ضحقة الحج فريضة من بعد قرن استقبالي تفضي زمسك مزو حكمت سبع من وذنيه هذه قطعيات لا اجتهاد في مورد النص لاجتهاد في مورد النص يعني النص القطعي لا اجتهاد فيه هذه نضحك يون ما يموت جذب فس ديماس
يسعى ميس نغيلي سعى انسيزيام انسيزيام السدس بسم الله ما شاء الله يسعى السدس عادي السدس فرضا باين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد انسيزيام انسيزيام ما فيهاش اجتهاد في هذه لأنه ثمسالكي قطعيات طولك شوطة ثمسالكي باش غادي تروح هذا ولاكي لتحصيل ظن معنى الاجتهاد يكون في لا دوزيام زون في المسائل الظنية ماشي في دائرة القطعيات في دائرة الظنيات عند فعل لقد اجتهد أما كدني غير داوي الخيوط تريسيتي داوينا كيني خدمة كان تريسيتي الباطي ما ياكي وينو نسينا راه مخير يسامي كل خيوط مخير يخدم وريزمي راه لا صونو يجي ثورة تخسر ألا وين السنن أتيسكمن وين السنن يزرع يونو نسينا أتيكساك انتو كاس خسرت ولا ترى كذي القيمه كان ناتيورال وخلاص خاطر وصلي غير انسى السامي اصلا في غير تفكير ولا باش نقادر لي سبيسياليتي ساقي لو ميساج الرساله ضروره احترام الاختصاصات لتحصيل ظن بحكم سورة داوي الدليل الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إميك شجع معاذ بن جبل إلى اليمن الشجعيث إلى اليمن ليقضي بين الناس ذا شو ذا سينا إن يس كيف تقضي يعني يمشي تحكم إذا عرض لك قضاء يا معاذ ذا مشجع ننفي صلى الله عليه وسلم إن يس ما ثوضض اليمن ثمورث اليمن ثمورث حضارة ثمورث سعى المسائل الجديدة ذي التجارة ذي العقود ذي بزاف أمور ذاش تخدمض مراكي دست تمسالت ذاش سينا إناس أقضي بما في كتاب الله أذو غلغ القرآن أزرى شو دينا ربي إناس فإن لم تجد في كتاب الله إمرثو في ضارة في ضارة الآية مباشرة فيرسي كورانيك ديريكت وثو في ضارة ذاش سينا إناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوزيام سورس المصدر الثاني اذ يغال دوزيام ريفيرونس اللي هي السنة سيولوجي طبعا القرآن وبعدين السنة خطر زمر تفضر دليل دليل مباشر دليل مباشر إنيس متفضر ذي السنة ذي شو ذا سينا ذاكي سينا أجتهد رأيي ولا آلو أجتهد معنى سخذ مغلغي وسخذ مغثمسني ميسين ولا آلو أي لا أقصر وتفرط غارة أذخذ مغثز مرثيو وذي الحقيقة ذا يخدم المدنة الطبيب ماذا يفعل حينما يعالجه المدسان الذي يخدم ديغنوستيك بالميكيوالا ديغنوستيك من بعد الذي يخدم أردونوس أخيني أدي فيك ربي شفا شفا في يد ربي هل الطبيب يضمن الشفاء أبدا ذاك يمشي سقارا التزم الطبيب ببذل عناية لا بتحقيق غاية فلا واحد نسى شي قار أذخذ مغ ثزمر ثيو بشك ذاويغ وقيقاس بذل عناية أذخذ مغ ثزمر ثيو ولكن لا ألتزم بتحقيق غاية هذه خمل أوبيراسيون أخيني سور إذا ما تفك أن بورسنتاج أن بورسنتاج أخيني 80% ما يبغى ربي كوش ما يبغى ربي الأوبيراسيون تنجح يزمر ديني 90% 90% وين هذه روح هذه مث يزمر سينسال 5% هذه يصح له ربي ذي شو نخدم يا كوكوكم الدنيا يبذلون عناية دايا لذلك سيدنا معاذ بن جبل إنيس أجتهد رأيي
ولا آلو، يعني لا آلو معناه لا أقصر وتفريط غارة الخماثة زمر فيه. عمر بن العاص أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاجتهاد، قالوا اجتهد اجتهد ماشي في القطعيات، في الظنيات، دين الزكاة تكين 2.5% ماشي اجتهاد واقي واقي ناقل لما للمشروع للشريعة. ذنبي دينا ربع العشور سعر 200 مليون ربع العشور 5 ملايين سنتيم 2.5% نغا 200 مليون 2 مليون دي دينار ديفيزي بار 40 ريزولتا كيف كيف ربع العشور 2.5% 2.5% مقسوم على 40 هذا ما كان في كذا كي ماشي اجتهاد فكي معلومة في كصيد دايا دايا الصوت. ولكن الاجتهاد النوضر غراس إن يسن في صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إن يسي اجتهد إن يسمى بصيد سواسوا فلك أجران بصيد سواسوا ذي لا سيبل سواسوا إن يسمى غلظظ فلك أجر يعني أجر الاجتهاد لا عثاف ورسلوحة رفاطر أدو غلر ثم شهود سن معاذ بن جبل مازال في غسيل جيل يعني سي الموضوع أسمي سينا أجتهد رأيي ولا آلو زر ما يشو سينا في عصر السلام معاذ يناد ضرب صدري يا خاكا إما تفضيون كان هيدو ضد رثيت ديغوردي ديغوردي يا أخي نسيت تقبيلي ثنا شفت الديغوردي يعني يوني خدمة جاستي لهنا تفرح ضيس سنعطيك الصحة بارك الله فيك نفي صلى الله عليه وسلم شو سينا الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله نفي صلى الله عليه وسلم يحمد ربي يمثي صندق ربي الصواب يا أخي كي قارنا غير صندق ربي الصواب يا أخي الشيخ فاتح ربي الهمنا الصواب يعني نس الحمد لله الذي وفق يوفقا رسول رسول الله خطر معاذ ذمشق يعني نفي لما يرضي الله ورسوله انتهى الحديث. نعود إلى المتن لتحصيل ظن بحكم بعد شدنا والمجتهد الفقيه يبغى دين كارغوري المجتهد الفقيه الفقيه المجتهد خطر الفقه لشوث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان إناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ذش الفقه معناه عمق الدراية معناه معرفة أعماق المسائل في المجال دايا ميركين يولي زمد يو معلومة حد ياسي يولي كيني بون بارسي تامول دولي بران انبهت ماشي معنى الطبيب واقي يزارة كان بلي بارسي تامول هاو قرو نانا سدي ماشي الطبيب طب ميم ذي الشرع نفس الشيء لو كان كان نقرستاقي انحلوة انستحي أولا أنا قضى ربي ونفتو يرقين ونسينا لا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار وليس عن كورا جدي فتوة كان بلثة مسني يسأل كورا جدي كش مجهنما ديريكت أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار يوث يوث من بعد والمجتهد الفقيه الفقيه إناد فأغدي هضر أغدي هضر ذاك الشروط المجتهد المطلق ثورة يا أخي نغدي لنا درجات المجتهد المطلق مجتهد المذهب مجتهد الفتية إلى درجات ثورة ما نتحدث عنه الآن هو المجتهد المطلق ليقدر يروح مباشرة إلى القرآن والسنة ويجيب لك الأحكام معناه استعمال القواعد الأصولية والقواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
معنى يزمر إيمانيس، يزمر إيمانيس لن تشروط ولا ثنتي دينيخ فرنتي أنت دين المسلم كتير شرح غدايا هذا إناد المجتهد الفقيه وهو البالغ زوس البلوغ إلى قاضي اللي بالغ استسألوا قردة مشطوح ما زال يقر ألف باء جيمون إذا ما ضر لي ساعة 70 سنة ما زالت ألف باء جيمون حكي غون دي أخي الشيخ محمد سليمان الطماوي الله يرحمه مع الشيخ أبو زهرة هذا تاريخ الشيخ أبو زهرة جبل من جبال العلم ذا ذرار بالمناسبة درس في مسجد الشيخ رزق الشرفاوي الأزهري في تيزي وزو الشيخ محمد أبو زهرة جبل ذا ذرار متمسني جبل العلم وقد زار الجزائر ودرس بمسجد الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري سي شرفان بهلول سي عزازقا إقغران ذي الأزهر الشريف ذي مصر فلاسي اسمان الجامع إليون الشيخ اسمي محمد سليمان الطماوي وقيد الشيخي والصغرين كيني ذي القاهرة أحيانا نذكر بعض المسائل للتاريخ من بعد يوضد درس مسلق الاجتهاد كان يدرسنا بعض المواد منها قضاء الإلغاء قضاء التعويض قضاء الأخير والله يبارك الشريعة والقانون يعني تحصل على دكتوراه في الشريعة والقانون إذا غادي يحكوا في قد يسعى الكورجة في التنكان وكذا شرط المجتهد وكذا إلى آخره يبضد إنه يونواس إنه اللي غاكد الشيخ أبو زهرة لقارن تكتاب سي تكتابين في وراغين تكتابين وعرنا كني يصعب قراءتها بلا لحن يعني فناد نزمار ذي سعود دكتورة ورزماتي دي غر ما تبغى ما نجرب نجرب أثنتي دناوي لانت ما تشتي دي سفه ما لا أتي دي غر كان إنك نقيم نقرن سفري ذي سكا المهم يبضد يكشم جرسا إنك نكون دي جان الله كني أوكيبي كونسنتري وكذا إنك ند الشركاني فيما أنت فيه فيما أنتم فيه يعني جديد كشم غيرون إنك ني غسنسى محمد سليمان الطماوي إنك ناسى ولدي والله راه أقلق ذي الحيف يعني بعد يتكمل سيقار يروح ديريتر ديبلوم إنس أنا أحمل الشهادة التي تحملان أي الدبلوم تسعة مسعيخ شو كيبوين ذا الدبلوم شو كيبوين ذا الميزان زيك القبيلة حذر سيرضي ميك الميزان والله العظيم القبيلة ما تنطقن دين كان إيش وقري ميك الميزان تخر سرحي وما نذل حون إن ياك النغاس يلا غريد اون باج اون باج غريد كان صفحة اقرأ صفحة إنه ينتقد الشيخ أبو زهرة نسى الصوفي السزور يقلديث إنه ينيد أثقلت عليه ستة أسطر فقط إنه بزاف اللاس ثاكم في استفكاضة دي غير كان ستة الأسطر أغلق القوس إنه دي البالغ العاقل معنى اللغسة داخل خطر ما إلا واللاغ اللغ ذي الميزان العقل لماذا سمي العقل يعقل العقال العقال مع ذا مرار إذا أصدت سمي سيعقلها وتوكل شديت شديت تشلض نقاني ثالغم ثني شدك غل العقل والعقل كمال الرشد معنى الرقزقي يسعى الميزان ذا غد نغال يون ما يسعى العقل يستخدميه هذا يقوذ الشريعة نوتي تساقوه ذرا أي غرتوه الغشي سعنا الهيبة ذي اليوتيوب ذي الانترنت فيسبوك لماذا يقول الكوراج ذي العجب طف هذي التيري ولي سعى العقل يطفي ما نيس هذي يقوذ خطر ذي يقوذ لأنه ربي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف الآية 18 سبحان الله جوست أبري الآية 19 رب بدأ ضرف الموت وجاءت سكرة الموت بالحق الآية 19 من سورة قاف
المصحف الصفحة اليمنى رقم الصفحة 520 ليني السطر الثالث الآيتان قالوا ثاقي السطر الرابع معناها عس روحك طفي مانيك عسي مانيك ذي تقدير تشو قارن أولا قناتي دوم ذياز إنايك أقروا ما يفغي الثلاع واللاغ ولي ذس يخدم اليمين ولي استخدم الشاشيث أدعي بذخ يا فوربي يا فويا كل حاضرين أقروا يتجولاغ ولي استخدم الشاشيث نمس فهم تفرع وحدس حلصا كان داك خير خاطر راسها قبيلي اذا غدا في من انجك الاصول ادنا في من غدا يلا وهو البالغ العاقل اكيد دينا ولكن غدا شو دينا وفرات غي سمح لك نهضر قبيلي اي ذو ملكه يدرك بها المعلوم الملكه كاين اللي يشرح يقول لك هيئه راسخه استقبالي ذي الميزان الله غالب والميزان أجي إلى الميزان أجي الفطاطا تنسوالي إلى الميزان يظن تنسوالي يعني. ميلا اللي اكزيست الشغل الجاذبية ولا شي حاجة سرسركة ها ثاقي خدمة ساكة صبت حلال الجاذبية قانون فيزيائي مسكن ولا تنوالا تنوالا صافي الا الميزان نتوالي الميزان البطاطا الميزان كاميون ديوان السلعه في الموازين الا الميزان نتوالي يرى تقوق الملكه ذو ملكه هي راسخه فيه موازين القدره على التفريقه بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل بين إلى آخر بعدين يدرك بها المعلوم بهذه الخصال بهذه السمات بهذه الموازين يدرك بها المعلوم لأنه كل ما في الكون في كهذا ضرب المعلومة والعلماء يكتشفون ما كان موجودا أين إلا نكوي الدونيثي إلا يمسنون السفن البترول وفانتي العلماء ميلا في تخليقنا راه لو كرياتور ذن سيدي خلقا قانون الفيزياء اكيد وفن الفيزيسيين العلماء الفيزياء في تخليقنا راه ضربي في ديننا الا انما الغاشي العلماء وكذا لي بيولوجيست لي مادسان كل 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 يوم ديال الدومين ينس اكين في غد علماء البحار وكذا الشم ديال البحر في الدوض يسموسين البحر وقيل العقل نفس العلمي وقيل ضروريه فقيه النفس ذاك في كذا المصطلحات باش كنا قدرنوت مدني العقل العقل قوة يدرك بها تدرك بها الغيبيات البصر قوة لا ديفينيسيون بصر إزري قوة تدرك بها المحسوسات المحسوسات الملموسات إزري أن توالي المجمدات المجسمات الطابلة ذي الحيض ذا بوطون سيزري أن توالي لكولور الألوان سيزري ماذا العقل قوة النظام تدرك بها الغيبيات ذي المعارف ذي العلوم ذي الحساب الرياضيات وإن أنكر القياس هذا كلام المصنف يعني رجح اختيار المصنف قال وإن أنكر القياس ولكن حبس احنا هضرنا على القياس القياس ما هو القياس هو إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة كيفان شرحت ولكن القياس لأن العلماء ديننا
معرفة القياس وإعمال القياس شرط في الاجتهاد. مولاش مكثر مجتهد وبعدين لازم تقبل القياس وتعمل بالقياس. وقال الرأي الأول. الرأي الثاني ند خاطئ ليس شرطا. المجتهد عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية مباشرة من أدلتها التفصيلية. أصفضي ونكيني كيني لسورس بامان أخدوي غمان لماذا خام أعزز قيك واتسوامان لو دو سورس يسعى قدرة إلا وهي دوي ثرقة إخي ثرقوة مي ثوري ثرقة كي نغس كمم ثرقة لا ديس الدونجي لا ديس الريسك ألور بعد غازم سوفان دي تيوثن مفهوم ميسكو لي كاركتيريستيك الخصائص ندوضن تكمبين الخاطئ خطر وقيدا غضوغ في النظام خطر أمان ملحون فكال فزرو أضطفن لي كاركتيريستيك نسن خصائص تبقى ولكن ما إلا وسنت تيوثن انك ماشي مختصي شو غالدقارغة شو غريغة وزريغة المسلمونيك زرنا خيري وذي الدومينك صافي يختلف من كل ذي القياس كان يقول لك حوايج غير القياس روح مباشره الى القران والسنه وتجفد غير الاحكام الشرعيه عادي صافي المصنف الناد وان انكر القياس معناتها هناك راي يقول انه المجتهد المطلق ولو انكر القياس يقبل مجتهد كمجتهد بعد شو ديننا وثالثها الا الجلي هو لم يقل الأولى والثانية استنبطنا فقط عند دو ثالثة وسيخدم ثقية أطاسي سيخدم يعني الطريقة ينس فرنسني نفهميث نفهم لوجيك ينس وثالثها إلى الجلي بمعنى لا يجوز للمجتهد أن ينكر القياس الجلي بمعنى إذا أنكر القياس الخفي لا حرج لا تسلب منه صفة المجتهد ما تشي الشرط يعتمد نغيو يعمل هذه الطبق القياس الجلي والقياس التعاوذ هذا نشرح يفيد يدرسني يعد أنكمل بعد الناد العارف بالدليل العقلي وكي شرط من شروط المجتهد المطلق إلى قذي السينك الأدلة العقلية ياك ولا قرص تروح لذيوث لو قرص تروح يوث خاطئ منها البراءة الأصلية الأصل براءة الذمة الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في العبادات الحرمة إلا بنص والأصل في المعاملات الإباحة أو الحل والجواز إلا بنص كل الدليل العقلي ميقصدك القواعدك إلا قل مجتهدات انتي السين باش أسنسميك شيني سعيد القراد مرتبة المجتهد المطلق والتكليف به بعد شو ديننا ذو الدرجة الوسطى ذاكو دينارا الدرجة العليا خاطئ إنك الدرجة الوسطى ثلماست ذو شو ذي اللغة لغة خطر لن العلماء يدهنان إلى قذيل من سدنة اللغة إلى قذيل اللغة العربية يبض درجة مثل الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب أول معجم اسمه معجم العين نغذي لي في مرتبة سيباويه يعني اللغة ذين كان ولكن تجدين سبكش قال لا مرتبة الوسطى خطر ريزمير بد مكين اللغة توسع بزاف وليش الوقت وما كنت حقوق كيرا تموشوها يقدرني يار كبار العلماء الإمام الشافعي ثلاثة دورس إهلي بسم الله قريب ناشو يهلك اضغط في ست مغارث ناس أسأل الله أن يشفيك تدعي دعوة الشر وقي دعوة الشر
إن يس اللهم استجب لقلبها لا للسانها. خطر نورمال مدقرر يشفي بالضمة خطأ. يشفي معناها ورث حلوظ كي نور بذي لهلاك نتسيفهم اللغة مثل ثمغارة في السينارة. إن يسا ربي قبل دين لن تقول اسم ماشي للسيس خطر للسيس أعماتها. إلى قديني أسأل الله أن يشفيك نغي يشفيك ليا سيدي مفتوحة يا خينا ديواس لابارتمون اسمي استعرف شقة شقة خطأ شقة تسرف شقة خطأ إلى قديم شقة شقة أبارتمون ها شقة تسرف السيضيون عندي شقة معنى عندي تسرف أتضرب الله ميري يفكين شقة يفكين تسرف مشكلة الشيء السبع شي غلظن نيغاون ثاقي سميس ثاقي تاي لا لا الحنجرة ماشي الحنجرة ثاقي كان سدو شحال صافي واقي إنا يا سودي الدرجة الوسطى ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية أبو بكر الصديق ظل فلاس الصحابة غادي يشرح يون بوال ذي الآية 176 من سورة النساء الكلالة إن يسوس الغرة أبو بكر الصديق إن يس أي أرض تقلني ذي شو سلقى علي الفذان وأي سماء تظل تظلني ذي شو ثي جني ريا يغمن باش ديني ورسينا وقيد بكر الصديق كلالة الآية 176 من سورة النساء يا أخي بكر الصديق عاشيد يسنت عرف ظلم دي زيك الصحابة واحد كي يجيه سؤال يقول لك ماذا بك جاوب نويار هي كبار العلماء الإمام مالك وكذا لا شو تقارن إنك حينما يطرح السؤال أتمنى أنه يدي تصوضر إن شاء الله تجاوب الوياض تهافين ثورة نورمال مسكين يتولي 20 دقيقة اليوتيوب يوميا أمكن يتصوض أرض العالم فنوي كان يثي حقرا يغالق المون سيضران أريضران وعربية وأصولا الأصول دقي المعنى يس علم أصول الفقه معنى ذي لغرى الرسالة الرسالة هو أول كتاب ألف في علم الأصول من مؤلفه وثيران الإمام الشافعي هذا وأصولا معنى السن القواعد الأصولية اللغوية القواعد الأصولية التي يستخدمها لاستنباط الأحكام الشرعية العملية يعني السن علم الأصول السن مصادر التشريع القرآن السنة الإجماع يزرع كل شيء ولاقي يزرع أتصل قريلا من بعدين هو بلاغة زاد البلاغة وكان العلماء ما داروهاش علم البلاغة معنى البيان والبديع شو لقيك إيه حاصرة علم البيان علم البلاغة لماذا خطر يقال القرآن بليغ القرآن بليغ ده هو ربي بلغ أقصى درجة الإتقان أعرافا فرسان البلاغة عمالقة البيان ربي الناس قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا راه كان سلاح قال صفير ند البلاغة ذا بعد إن دوا متعلق الأحكام واش تقصد يا تاج الدين السبكي متعلق الأحكام يقصد الآيات والأحاديث بايا متعلق الأحكام معنى من أين نستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية منين من الآيات والأحاديث ومتعلق الأحكام
يغلي عاون غند من كتاب وسنة. ها فقي مساعدة إذا دي حبس داقية وإذا توقف هنا نورمال من فهمه فرنسني تشحال قيق لغيس تجدين سبكي دي عصاص قا ماشي دي بغداد ماشي دي صنعاء دي عصاص قا داقي. ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة. بعد شو ديننا يرفع الحرج قالك وإن لم يحفظ المتون لأنه زيه المتون حذاري أدن تقول كيني ما هي المتون التي تحفظها معليش تجي درجة عالية المتون سواء كانت نثرا أو كانت شعرا مليحة أي غير مليحة تساعد على جمع شتات العلوم تساعد على جمع شتات العلوم اتفقنا وتيسر الرجوع إلى الأحكام الواردة في هذه المتون لكن ليس شرطا زمدين هو شرط كمال ما إلا بلاد محفظ حتى القرآن الكريم ليس شرطا أن يكون محفوظا مش الشرط أن يحفظ بدن القرآن كامل لا ولا السنة كامل المطلوب هو معرفة الأحكام أتزرد بلي لنت كذلك لنت الأحكام أما أحكام البيوع أحكام المناسك الحج والمناسك إلى آخر العبادات وكذا والأحكام تعرفها ليس شرطا أن تكون عارفا أو حافظا للكتاب والسنة كاملين وإن لم يحفظ المتون أعتقد لا دوز يعني إن صرا ساقي لو كان حبس داقي يكفي لاش تصبر في الليل كملين نظم خطر إن كانوا من سلا ما يكتب ربي يكفي زرغي الدوز مليح ما مدى مازال الوقت العشاء نكمل أي نظم. وقال الشيخ الإمام كي يقول الشيخ الإمام المقصود بذلك فذس المصنف حينما يقول هذه لغة تجدين السبكي إذا قال الشيخ الإمام المراد بذلك والده وهو تقي الدين السبكي صاحب المصنف قال خدم اسميس تاج الدين السبكي والده فذس اسميس تقي الدين السبكي هذا هو ولكن ألفنا هذه العبارة مديني وقال الشيخ الإمام المقصود بذلك الوالد فافاس السؤال مطروح علاش ذكر فافاس ولم يذكر الإمام الرازي لم يذكر الآمدي لم يذكر الغزالي لم يذكر صاحب الورقات الجويني لأن العلماء ذي مقرانا الأوزان الثقيلة يعني اكثر من بافاس تقبيلي إلا واندا خير انت خير نصير إلا واندا نثنى خيريس إنه قدر غفافة خطر غفافة أصولي وأثنى عليه العلماء ساعتك الصحيمية إمي وثنكير ضارة القدر غفافة هذا مكان ذي احترام فافاس يستاهل تقي الدين السبكي من كبار العلماء ولكن سيت سالس لذيون باش ديني فافاس عادي ولكن قرر أبي شوف الأدب الحذاقة قرر وقال الشيخ الإمام يكفي والشراح يفهمون المراد بالشيخ الإمام ذاك ثورة نقل كلامه ما أقرأه الآن ليس كلام الإبن هو كلام الأب الوالد من هذه العلوم ملكة له العلوم التي ذكرناها في جاكو دنك إني أذلنت ملكة الغرس دي رفلكس هذا ولنت سمحتي لنت الموازين إغرفالا يفيد نهضر الميزان يفيد نهضر يكو قذني إلى قد لي سعاثنت سمحتي يدير غوالد باش كان فهمه
الشوفور مكفذا ثنهارف يسن الكود يسن كلش معناه يسرقيكي كاكي حصل كوز اتهضر ذين ساكن ما تهضرش معايا راني كونسونطري على اي ميسيو غال تنهارف الله يبارك داين اكين يهضر هضر لي رفلكسك واحد سناك وبيان سور الكثره ذي ونسى انت الحمد لله انسيك دي كانت قادي الملكه اصبحت مالكا لهذه الموازين لذلك اني غد باش انذاوي لهلكه النغ علم الشريعه لا بد ان يحترم اقلق ذي الزمان وحزين الزمن الكئيب جميع الاختصاصات سعان احترام كلش ما عدا الشريعه ورسعي القدر نكسس القدر نكسس الاحترام اخطر بلا ما يرى كل شويه لاقي غرصه ما كيكون دني شوط كان كيجي كان الحروف يسري شاق الروس والسلام نغدا ولا يعاود غسد با فقط باش يبقى راسخ في اذهاننا تصبح ملكه ودقرار بغد البيرميس نروح على النافا قيم كان ذي الحومه قيم ذي الحومه خاطر ذي شي تشاك ذو قالك يشفان يخدم المحاني الرفرا في فردان والرفرا بلا ذيك فردان الى ذي كل مكانه هذا التجاوزات الى اخره اما اذا كان هذه الملكات حاضره لا خوف إناد ثورة تجدين سبكي يبو يغد أشو دينا فافاس في المجتهد المطلق قال ذيكسة من هذه العلوم يعني التي ذكرناها ملكة له ملكة إكسفيثنت إكسفيثنت ذاين وأحاط بدين أحاط يزيس الزرفة يزرفيت سيدة بمعظم قواعد الشرع دينا كل خطر وفوق كل ذي علم عليم زيد ومارسها اوه هذه خطيره ومارسها معتزم يكون ممارس الدربه تصير دائما تحضر شو دينا الكونديويتي لقد ينهار اديو البيرمي بعد 10 سنين في كاس طوموبيل وسيناره عادي ما يعرفش مازال وليس الى قاس مده إلى قوى مارسها بعد شو دينا بحيث اكتسب قوة قوة رب دي قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة قوة يفهم بها مقصود الشارع أذي وفق ربي معنى عنده قدرات وأهليات تمكنه من فهم مقصود الشارع وبعدين الدس جملة اعتراضية في اللغة العربية أشو دينا ويعتبر قال الشيخ الإمام يغدلمي ذفافاس تلك جملة اعتراضية لإيقاع الاجتهاد يعني ما معنى لتحقيق سلامة الاجتهاد بمعنى آخر ليكون الاجتهاد سليما معافى لا لكونه صفة فيه يفغديني الامور اللي كيدينا ماشي لا قادين الصفه للمجتهد لا اذيلينت شرط نغ شروط نغ الصفه لسلامه الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع مثلا الاجماع المصدر الثالث القران السنه الاجماع وشرحت فيما سبق إلى قديسين أي غير إلى قديسين موقع الاجتماع هو أجاب فبس انتجت نسبكي إنه كي لا يخرقه مولاش هذه يقول الشرية ذي غلب تفوت يخرقه وتعرف قرنك اتسع الخرق على الراقع الخرق ذي شري الراقع ذا خقاض قد يضي شري يغلب ثفاوت استعرف اتسع الخرق على الراقع يكمل تجد بس تجد سبكينات والناسخ والمنسوخ
الى قد غادي لا ثوري غلطان جديد سبك يهضر الى قد يسي الناس اخر منسوخ في القران وفي السنه الى قد يسني ثنياك مولاش يستدل بنصين في القران وفي السنه وقد صار منسوخا ماهوش معقول. واسباب النزول اسباب النزول ذي القران ادي هذه الايه ولك مثل الامام الطبري والامام ابن كثير القرطبي ما يفسر الايه ادي ذر سبب النزول لان سبب النزول مساعد على فهم الايات وكذلك مساعد على الاجتهاد. واسباب النزول اسباب النزول مهمه لفهم الايات ودلالات الايات ولاستنباط الاحكام. اسباب الورود يعني ورود الحديث ورود السنه النبويه وشرط المتواتر ذاك ثوريك شب يعني من الحديث كذا مطلوبه شرط المتواتر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 112 من الصحابة هذا الحديث 112 معناه بلغ أقصى درجة التواتر والتواتر يفيد القطع واليقين. من بعد يغلي الناد والأحاد خبر الأحاد طبعا هذه الأمور في علم الحديث ولكن عالم الأصول لازم يفهمها ذاك اشترطها لأن الصناعة الحديثية مطلوبة أيضا معرفة الحديث لأن السنة النبوية والسنة فيها الحديث المتواتر فيها الصحيح فيها الحسن الحسن لذاته الحسن لغيره فيها خبر الأحاد فيها الحديث الغريب خدمة كبيرة. والأحاد والصحيح والضعيف كل هذه ذكرها أم بعد يكمل وحال الرواة معنى الزرد أحوال الرواة المكثرون والمتوسطون والمقلون وأطاسن شولي قلان وسير الصحابة إذن ما ديني سير الصحابة صحيح وسير الصحابة أيضا صحيح اللغة مقامات أي غر لأن الصحابة أيضا كانت في جند فتاوى جند شروح جند لذلك الكتاب الموطأ من خصائصه أنه ذكر فتاوى الصحابة جمعها الموطأ الإمام مالك كتاب عظيم جدا موطأ الإمام مالك ذكر فتاوى الصحابة أقوال الصحابة أقوال التابعين وحل الرواة وسير الصحابة وبعدين دار واحد الجملة قالك ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك قال غير زمان بحان الرجوع إلى أئمة ذلك لقد قدر ابن ديماني سوشي قران كذا روح ديت القرآن والسنة دي الأحكام لكاسي ضيناد الإمام أبو حنيفة نغ الشافعي نغ أحمد نغ أبو حنيفة شيني أي غر نغ مالك شيني هذا روح غاك نروح نثني نسكي هذو ربي نثني روحا القرآن والسنة استخدمنا وكذا مسني في كناغت ايش ما تروح ضام مشا تسفروا ضاك صافي لا غارونتي لاسيورونس راهي كي تروح للناس الخبراء علاه اسمح لي كي تركب لافيون عندك كوراج تقول له الكوموندون يلا ورث الزميرة وكي تسجن وكي تسجن دينا دافيون إلى الريسك ماذا الشريعة نورمال خير إن شاء الله نيغان ودعي وذغ علم الأصول ذي الدواء سيدي الرمد الدوية لأمراضنا والله كل ما نقرأ هذا العلم نخص قرار بالإفكار كل شيء إلا ذا شو أثنغر أثنفهم أن ذوي الحوال نغ أتبدل دوني ثنا إذا قال الرجوع إلى أئمة ذلك السلام يكمل يعني الإمام مالك الإمام البخاري الإمام أبو داود النسائي الإمام الحاكم صاحب المستدرك والإمام فلان إلى آخره والمختصون بعد روح ابن صلاح صاحب المقدمة من صلاح نروح الحافظ العراقي
التبصرة والتذكرة، نروح ابن عبد البر القرطبي المالكي الفقيه الأصولي الله يبي إلى الخير يعني. بعد شو دين المصنف؟ ولا يشترط علم الكلام، مش شرط علم التوحيد، مش شرط واش دور يعني العقيدة الحصول يعني بلا عقل اشقان، ولا يشترط علم الكلام. إيه يوم نص ربي يوم سملاك يوم نسوين نغطي قرضي علم ذاكي باش تتيرض باش تسنقصد أستقصد أتدقرا ديض وراك رايح عاس روحك نعصر وحنا في كذا كذا الزرب استقبالي تقارن الزربي وحديق. ولا يشترط علم الكلام زيد ولا الذكورة، معنى المجتهد المطلق إزمالي سمطوط تجدين السبكياجي إسعال الشيخ بارميد الشيخين سمطوط زينب بنت الكمال، هضرت في اللاس قبل سنوات زينب بنت الكمال بارميد زنكادرور إسعال زنكادرور مؤطرون إسعال الشيوخ تشيخ تيس ذي علم الحديث سمطوط اسميس زينب بنت الكمال 1094 سقس إذن الدقر لا يشترط الذكورة وتفاريع الفقه معنى التفاصيل الفقهية لا لا خطر مولا شيء غير الزمري وأن مجتهد مطلق فقد مسألة جزئية وتسينا عادي عادي ماشي دغا تفضي فينا خاطئ وتقدر في نفلس ترفق علينا من بعد الناد ودونه من الصباح راه يضر كي قال ودونه معناه ادي قار الهوى لم تعود الى المجتهد المطلق معناه الى النوع الاول لو قرادك ومقران المجتهد المطلق سلامي الشرطينس ودونه يعني اقل منه درجه مجتهد المذهب المذهب الشافعي المالكي الحنفي شو ديننا وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. هذا ربما في لقاء آخر ندفتش الأمثلة. وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ويقاس مجتهد المذهب لكن المذهب الشافعي أقلي ذيكس زمر عندنا نصوص مغارة المذهب الحنفي المدارس الفقهية تجد درجة دواس ودونه دي كنو ثرة إفذا دوسا بعد دي صبو ودونه مجتهد الفتيا بعد شو دي قار وهو المتبحر هاي غالدا مرض بحرني احنا ماشي سبع دقائق اليوتيوب لا المتبحر ميم الدرجة يجي غصم شطوحف روح سلعقل إلي هنا ذي الشوشفة ذي شمال البحر الرمل أبدأ تساوي ذاك الرمل ذينا كان يتعمو ذي الرمل ماشي يتعمو ذي قوامان إلا ويضا ذي قربك شوية إيه لو قلت يتعمو ذي الرمل إخي نتوالي ذي يتعمو كان ذي الرمل يسعر الكوراج من بعض الحور بعد المترات ويضي الحشوية وهكذا بعد شو دينا وهو المجتهد ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر. نتوقف هنا إلى الملتقى إن شاء الله قدر والسلام عليكم ورحمة الله.